بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ثلاثة أشياء من صميم السنة سناها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتركها أكثر الناس اليوم، فانتشرت الأمراض وموت الفجأة بين الناس بسبب تخاذل الناس عن هذه السنن العظيمة. أول شيء الصيام، ثاني شيء أكل العسل وزيت الزيتون، ثالث شيء الحجامة. هذه ثلاث أشياء هامة جدا جدا جدا، إذا تركتها جميعا فتوقع أي شيء، توقع أي مرض. يجب عليك أن تفعل على حد أدنى واحدة من الثلاثة، وإن استطعت أن تفعل الثلاثة يكون أكمل وأجمل وأعظم للصحة وفي الثواب. أول شيء الصيام، صيام الثلاثة البيض 13 و14 و15 فيه فوائد عظيمة جدا 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 للصحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: صوموا وتصحوا. قال عليه الصلاة والسلام: جوعوا وتصحوا، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. وثبت علميا أن الصيام 16 ساعة بيقي الإنسان من كثير من الأمراض وبيدمر الخلايا السرطانية في الجسم. كثير من الناس الآن استخف بالصيام، ولا اتكلمت أقول لك إن الصيام هام، أن الصيام هام جدا جدا جدا، ولا تصل الى الفردوس الاعلى على اغلب، على ارجح الاحوال، على اكثر احوال الناس، الا يعني يكون لك ورد، يعني يكون لك ورد من الصيام. من لم يكن له ورد من لم يكن له ورد من الصيام في اغلب الاحوال لن يصل الى الفردوس الاعلى. ولو قلت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اني بتكلم عن الصحه لكن لا يعني لابد ان اتكلم ايضا عن السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى، يخرج منها حلال صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرجة بالدر والياقوت، لا تبول ولا تغوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى، وفي رواية أخرى: من أسفل منهم درجة، يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطنا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: فيقول اهل الدرجات الادنى، ما وصلوش للفردوس الاعلى. رب العليم يعيرهم، يقول لهم: انهم كانوا يصومون انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، انهم كانوا يصومون وكنتم تاكلون. صوم لو حتى يوما في الاسبوع، مش قادر تصوم يوم في الاسبوع، مش قادر تصوم، مش صوم حتى 3 ايام. الرسول صلى الله عليه وسلم حث حثا شديدا على الصيام 3 ايام من كل شهر. اوصاني خليلي، شوف سيدنا ابو هريره بيقول ايه: اوصاني خليلي بثلاثه خصال لا ادعهن في سفر ولا حضر، ان اوتر قبل ان انام وركعتي الضحى، وان اصوم 3 ايام من كل شهر. الصيام هام جدا للصحه. ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. نحن ناكل سم ونتنفس سم. الطعام الذي ناكله ممتلئ بالدهون، ممتلئ بالكيماوي، لذلك كثرة يعني كثرة الأمراض وكثرة منتشرة مرض السرطان بين الناس. إن شاء الله فحشة تجد بعض الأولاد بيولد دلوقتي عنده سرطان وعنده حساسية وعنده رابو وعنده، للأسف شديد ضيعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك صمت، والصوم ما أسهل الصيام، الصوم مش صعب، الحكاية أنت ما عندكش صدق ليه بس. يعني انت بتصوم 30 يوم متواصل، كيف تصوم 30 يوما متواصلا ولا تستطيع ان تصوم يوما واحدا في الاسبوع؟ صوم 3 ايام متفرقات، لو مش قادر تصوم 13 14، ثبت علميا ان يوم في 13 ويوم في 3 ايام القمريه يفور الدم، دم الانسان يفور كما يرتفع نسبه منسوب البحر بسبب التغيرات التي في المد والجزر التي تحدث بين البحر والبحر، يفور دم الانسان ايضا ويكون معرضا لكثير من الامراض. فثبت علميا ان الصيام في ال3 ايام البيض يقي الانسان من امراض كثيره جدا، وثبت علميا ان معظم الحوادث القتل والطلاق بتحدث في هذه ال3 ايام. لذلك الصيام في هذه ال3 ايام يقي الانسان من امراض كثيره. مش عايز يصوم يوم الاثنين الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه وتفتح وترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عمل الى الله وانا صائم. العمل لما يترفع وانت صائم يضاعف الثواب اضعافا كثيرة. فاذا
الصيام له فوائد عظيمة جدا، صوم وتصحه، جوع وتصحه. لا يمكن انسان يكون بيصوم من هو صغير يشفى، يجي له سرطان او يجي له سكر او يجي له ضغط، لانك الصيام يوم واحد في الاسبوع او ثلاثه يوم دول او يومين في الاسبوع هتخرج كل النفايات، النفايات الجسديه، النفايات الطعام الموجوده في جسمك هتخلص منها كلها. هتصوم يوم او يومين في الاسبوع كل النفايات هتخرج من جسمك. ده اول حاجه الصيام. تاني حاجه العسل، عسل النحل وزيت الزيتون. زيت الزيتون له فوائد عظيمه جدا، اذا شرب اذا احتسيته صباحا على 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 الريق له فوائد عظيمه جدا جدا. ينظم الضغط، يقوي الدوره الدمويه، يقوي عضله القلب، ينقي الدم من الدهون والكوليسترول، ينقي الشرايين، يصوت، يزيد من القدره الجنسيه، زياده كبيره قويه، يحسن الصحه العامه. عشان كده ربنا العالمين سبحانه وتعالى بيقول في يعني ذكره سبحانه وتعالى في كثير من ايات القران، والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى به ووصى به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، رب العالمين يقول في سوره النور، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره ما يشاء، يضرب الله الامثال للناس، والله بكل شيء عليم. ربنا بيشبه نوره بالنور الناصع اللي بيطلع من زيت الزيتون. في حاجه اكتر من كده؟ في دليل اكتر من كده على اهميه زيت الزيتون والفوائد العظيمه لزيت الزيتون؟ ويجي في سوره المؤمنون يقول، وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين، شجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الايه، كلوا من الشجره المباركه والدهانوا به زيت الزيتون. لا يمكن الانسان ياكل زيت زيتون صباحا ويغشى معلقه زيت صباحا ومساء ويجي له بقى سكر او ضغط او تصلب شرايين، لو واظب عليه. عسل النحل فيه فوائد عظيمه جدا، فيه شفاء للناس. فتخلط معلقه عسل تحطها في اللبن وتدوبها وتشرب مره او مرتين في اليوم كل يوم. ستجد ثبت علميا ايضا ان العسل يقوي عضله القلب، ينظم الضغط، يقي من السرطان، يقي من تصلب الشرايين، يخلص من الدهون، و و و نفس الفوائد بتاع زيت الزيتون. الشيء الثالث الحجامه. كثير من الناس يعيش ويموت ولا يحتجم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتجموا باذن الله ولا يتبيغ احدكم الدم فيقتله. عارف يعني ايه؟ الدم بيتغير خصوصا في 13 و14 و15 نفس الايام، الدم بيتغير وبيفور، بيبقى فيه مواد كيماويه من الطعام اللي احنا بناكله اللي ممتلئ بالسموم والكيماوي. فالدم ده بيحمل السموم ده بيصل بيه الى الاعضاء، فالحجامه بتخلصك من الدم الفاسد. صدقوني اقسم بالله العظيم انا اعرف يعني اكتر من حاله، يعني في واحد انا جار لي كان مريض بسكر، قال لي انا احتجمت قعدت 4 أشهر او 5 أشهر ما اخدش دواء خالص، ما اخدش حتى الانسولين، السكر انتظم عنده بالحجامه، بعدين اهمل الحجامه بعد كده تركها، فرجع السكر تاني بقى ياخد ادويه ومات هو في شبابه في الاربعينات. واحد تاني قال لي انا بحتجم، كان بيبقى عنده مشاكل في الكتف والم في الكتف، بقعد سنه كامله ما بحسش باي الم. الذكر صح قال في الحديث، ما مررت حين اسري بي بملأ من الملائكه الا وقالوا لي يا محمد مر امتك بالحجامه، مر امتك بالحجامه، مر امتك بالحجامه. ما مررت حين اسري بي بملأ من الملائكه الا وقالوا لي يا محمد مر امتك بالحجامه، مر امتك. كل ما يعدي على ملأ يقولوا مر امتك بالحجامه، وانت بتعيش وانت ما تحتجمش. لو انت احتجمت كل شهرين مره، كل 3 أشهر مره للوقايه. انا نفسي جربت الحجامه اكتر من مره، يعني بأشعر كاني ريشه بعد ما انا احتجم، خلاص من الدم الفاسد كله. 19 بتغير عظيم جدا في صحتك، وتكون قد تأسيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلت السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم كثيرا واصحابه رضي الله عنهم والتابعون. الحجامه فيها فوائد عظيمه للصحه. والله لو قدرت تفعل الثلاث حاجات دول هتمتع بصحه جيده جدا وهتقي نفسك الامراض. مش قادر تعمل الثلاثه اعمل منهم اثنين، مش قادر تعمل اثنين اعمل واحده. لكن ما تعملش حاجه خالص يبقى
لا ترمنا لنفسك، لان احنا نحن محاطون بسموم في كل شيء، عادم السيارات، الطعام الفاسد اللي فيه كيماوي، الضغوط النفسيه والعصبيه التي نعاني منها، اشياء كثيره جدا. فالصيام مش قادر تصوم اثنين وخميس صوم اثنين، مش قادر تصوم لا اثنين ولا خميس صوم 13 و14 و15، وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ابو الامه كلها. اوصاني خليلي، ازاي ما يكونش ليك ورد من الصيام؟ تحرم من الفردوس الاعلى وتنزل في الدرجات الادنى في الجنه، وتخسر هتخسر صحتك، تبقى صحتك مش زي واحد صحته واحد واحد بيصوم ابدا، لا يمكن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب، صوموا وتصحوا، جوعوا وتصحوا، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. ما فيش شيء بيموت الانسان ويجيب له امراض قد الاكل، الحجامه واكل العسل وزيت الزيتون. وانا حاطط لكم تحت الفيديو الفوائد العظيمه لزيت الزيتون والعسل لكثير من الامراض، وعلى كثير من الامراض، وللصحه العامه، والوقايه من الامراض ايضا، والحجامه والصيام طبعا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. تشوش شغل الجرس في شقه، قناه سلام جديد، وساعدوني على نشر سنه النبوية. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.